اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وصولا الى فقره ترند لهذا اليوم، حيث يعتبر المجتمع السوداني كغيره من المجتمعات بدات تظهر عليه الكثير من التحولات والتغييرات، ولكن لخصوصيه المجتمع السوداني ولكونه الاكثر تماسك بقيمه وعاداته والاكثر كذلك قوه في التماسك في علاقاته الاجتماعيه، نجد ان ظهور الجريمه بشكل كبير امر مثير جدا للاستغراب، والاكثر ايضا استغرابا والاكثر رفضا هو الجريمه التي تكون فيها المراه طرفا. كيف بنا أن نصدق أنه ممكن تكون المرأة هي طرف في جريمة أو هي قاتل؟ هذا هو الأمر بكل تأكيد بيكون رافض جدا لكل قيمنا وعاداتنا المجتمعية. إذن موضوع ترند لهذا اليوم التحولات المجتمعية في الجريمة النسائية. تنضم إلينا من داخل الأستوديو الصحفية والأستاذة سلمى عبد العزيز، مساء الخير عليك. مرحب مساء الخير وتحية طيبة لجميع المشاهدين. طيب بداية خلينا بشكل عام، الجريمة هل تصنف جريمة نسائية وجريمة رجالية أم جريمة تعتبر جريمة؟ مبدئيا أعتقد أنه لا يمكن تصنيف الجريمة باعتبار أنها نسائية أو رجالية. الجريمة تعتبر ظاهرة عامة وأمر طبيعي، يعني أينما وجدت الحياة أينما وجد الإنسان توجد جريمة، يعني لا يمكن تصنيف إنه جريمة نسائية أو رجالية حسب اعتقادي أنا. طيب يمكن الجرائم كثيرة جدا في الآونة الأخيرة اللي حصلت، ولكن بنلقى إنه إذا كان المجني عليها امرأة بنلقى فيه تعاطف، عكس إذا كان المجني عليه رجل بنلقى إنه الموضوع ممكن يكون مكرر وعادي، فشو ممكن نقول المسببات؟ المرأة بطبيعتها، يعني بطبيعة الفطرة البشرية، شخص صبور وتغلب عليه العاطفة يعني، والتعامل برقة وعقلانية. فضلوع أو مشاركة المرأة في الجريمة أول حاجة بتصل مرحلة عدم التصديق، إنه يعني يصعب تصديق إنه سيدة ترتكب جريمة قتل مثلا وتقوم بتنفيذها بشكل بشع وصعب جدا ومخيف. فده يمكن السبب بتاع انه المجتمع عموما بيلقى صعوبة في تصديق انه ارتكبت الجريمة دي سيدة او امرأة يعني. طيب شنو ممكن نقول اللي هو الحصل حاليا الان في ما يخص انه امرأة تخطط وتدبر وترتكب جريمة وتخش في الأحداث المرعبة والمخيفة في مجتمعنا السوداني؟ لو جينا نصنف يعني أو نشرح الموضوع بتاع ازدياد ضلوع النساء ومشاركتهم في تنفيذ جرائم مختلفة، إذا كانت جرائم قتل أو جرائم سرقة أو نهب أو تجارة أعضاء مثلا أو إلى ذلك، أعتقد أنه العامل الأول فيما يتعلق نحن في السودان يعني كدولة نامية العوامل الاقتصادية، زيادة نسبة الفقر، واجتماعيا يعني أي زيادة نسبة الفقر في أي مجتمع بتعني زيادة نسبة الجريمة، والسودان بيمر بمراحل اقتصادية صعبة جدا. السبب الثاني أعتقد أنه البطالة، زيادة نسبة السيدات غير العاملات بالرغم من أنهم بيكونوا خريجات جامعات يعني أو بيعملوا في أعمال هامشية يعني، وده ملاحظ جدا يعني زيادة بائعات الشاي في الطرقات وما إلى ذلك. أعتقد إنه سبب رئيسي أيضا التنشئة، التفكك الأسري، ونحن هنا لما بنتكلم عن التنشئة فده زي كأنه نحن بنتحدث عن حلقة مفرقة. ضلوع المرأة مشاركتها في ارتكاب جريمة بيعني انها غير صالحة لتنشئة اسرة. هنالك ايضا العوامل الاجتماعية والضغوطات النفسية. صحيح. اعتقد انها اسباب كثيرة جدا لازدياد ضلوع النساء يعني في ارتكاب الجريمة. طيب كل هذه المشكلات انت ذكرتي اللي هو الاجتماعية، الاقتصادية، كذلك التنشئة وما الى ذلك، بنقدر نحدد عمر معين لامرأة ترتكب جريمة ولا ممكن نقول كل الاعمار متاحة الان لارتكاب السرقة، القتل وما الى ذلك؟ وفقا لتقارير صحفية حسب
التقارير ذكرت انه اعمار السيدات الموجودات يعني في السجون اذا كانت ولائيه او مركزيه بتتراوح ما بين 25 ل 35 وهي منطقيه، يعني هو ده العمر بتاع الجنوح البحث يعني عن المعيشه وما الى ذلك. اغلبيه السجينات بكل تاكيد تتراوح ما بين 25 ل 30. قدرتوا تعرفوا كمسح مثلا فيما يخص السجينات عن اسباب ارتدادهم للسجون او الجرائم القاعدين ارتكبوها او الجرائم الاكثر انتشارا ما بين السيدات؟ هي اغلب الجرائم جرائم السرقه، ودي بتعود طبعا لاسباب اقتصاديه زي ما ذكرت لك، جرائم النهب، وبقى ملفت للانتباه جرائم القتل يعني اللي بتكون موجهه دائما للازواج وما الى ذلك. عناوين الصحف دائما يعني ما تصدرها اخبار السيدات اللي ارتكبوا جرائم ضد ازواجهم ومشاكل عائليه وما الى ذلك. طيب واحده من الحاجات اللي يمكن شدت انتباهها الكثير، تسعه طويله امراه، ومن المتعارف عليه انه دائما بيكون رجل، لانه من المفترض يكون في شجاعه، يكون في قوه تحمل، تفاصيل كثيره جدا، قوه بدنيه ايضا طبعا. فكيف يعني حدثت هذه الحادثه؟ ممكن نقول انتشار تسعه طويله من النساء؟ شخصيا انا بالنسبه لي ما بعتقد انها يعني حاجه ملفته للانتباه. السيده اللي تستطيع انها تصل مرحله انها تقتل فهي غادره على السرقه، على النهب وما الى ذلك. الموضوع ده كله مرتبط ارتباط وثيق جدا بالمشاكل الاقتصاديه الموجوده حاليا واللي بيعاني منها. لكن معناه كده انه كل السودان يتجه للسرقه او للقتل اذا هي المشاكل الاقتصاديه هي المسبب الاول. ما بعد كده بتبدا المشاكل بتاعت العوامل الاجتماعيه اللي ذكرت عليك، التنشئه وما الى ذلك. يعني في شخص بيواجه مشكله اقتصاديه مثلا او مشاكل ماليه فبيتجه لانه يحلها بشكل سوي، لانه نشا في بيئه منزليه جيده. هناك شخص بيواجه مشكلة مالية بيلجأ لحلها بالسرقة وما إلى ذلك لأنه نشأ في بيئة واجهته فيها مشاكل. طيب خلينا نتكلم اللي هو فيما يخص سرقة المرأة للمرأة. في بعض الأحيان تكون بشكل خفيف أو بصورة خفية، ولكن إذا حدثت على الملأ فما هي ممكن نقول الدلالات؟ الدلالات تقصد أو الأسباب؟ أسباب والدلالات والتغيرات كذلك، يعني لجرأة المرأة إنه هي تسرق امرأة. هي ظاهرة طلوع المرأة أو مشاركتها في الجرائم عموما وفقا لتقارير صحفية متزايدة، وده شيء ملفت للانتباه. هو واقع موجود ملموس لكنه أمر ملفت للانتباه. التزايد أنا ما بتحدث إنه ما كان موجود، هو كان موجود لكن حاليا أصبح بشكل كبير جدا وبشكل ملفت للانتباه. الأسباب الأولية بالنسبة لي أنا اللي أدت لتزايد هي متغيرات بتاعت المجتمع، يعني زي ما ذكرت لك أنت في البداية سألتيني إذا كان التصنيف، هل ممكن أصنف الجريمة إذا كانت رجالية أو نسائية؟ أنا ما ممكن أصنفها، لكن ممكن أقول هنالك متغيرات أدت لضلوع أو مشاركة النساء بشكل كبير جدا في الجريمة. طيب بمجمل حديثك وعطفا على حديثك انه كل المشكلات المجتمعيه والاقتصاديه والتنشئه وكذلك النفسيه بالنسبه للمراه جعلت منها كائن مجرم. الان بطبيعه الحال المراه كائن عطوف حنون ودود، ده بيخلينا نخط المراه في دائره محاطه بكل الاتهامات الاجرام، الحاجه ممكن تستمر لعده سنوات، ولا المراه هي المراه زي ما عهدناها وعرفناها؟ هي تبقى يعني دائما، انا يعني حتى فيما يتعلق بالرجال يعني بتكون عباره عن حالات شاذه في اي مجتمع وفي اي فئه توجد حالات شاذه. يعني ما ممكن اصنف تصنيف شامل او تصنيف كامل انه اقول جميع النساء مجرمات، توجد هنالك حالات شاذه ترتكب جرائم لاسباب نحن ذكرناها. طيب شو ممكن نقول الآلية اللي بتخلينا نحن الآن نرجع المجتمع آمن مسالم زي ما كان في السابق؟ إذا كان هنالك
عدة جرائم بتكون بالبشاعة أو بالجراءة الحاصلة حاليا. بالضبط، أنا بالنسبة لي الموضوع ده مهم جدا، لأنه إحنا بنتحدث عن المرأة، لما بنتكلم عن المرأة بنتكلم عن كل المجتمع. صح. يعني بنتكلم عن الأم اللي هتعمل على تنشئة الأسرة وتربية الأبناء وما إلى ذلك. لذلك أعتقد أنه الموضوع مهم جدا، يعني بيحتاج لتشريح، تشريح من علماء النفس أولا، أطباء النفس، عشان نعرف نحن الأسباب النفسية اللي بتقود سيدة لارتكاب جريمة أيا كان نوعها. أيضا بنحتاج لتشريح الموضوع ده من علماء الاجتماع أو علم الاجتماع، يعني دي في المقام الأول. في المقام الثاني بنرجو أنه تصلح الأوضاع الاقتصادية في السودان عموما، يعني عشان ما تقيل يعني نسبة الجريمة إذا كانت نسائية أو رجالية. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك جزيلا أستاذة سلمى عبد العزيز، صحفية كنت ضيفة معنا في فقرة ترند لهذا اليوم، حديثا حول التحولات المجتمعية في الجريمة النسائية. شكرا جزيلا. شكرا.